وفي الحقيقة هذا موضوع شحال هذه تيتطرقوا له الناس وتيعانيوا منه بزاف ديال الناس، خصوصا في هذا الفصل هذا تيبان خصوصا عند الناس اللي تيعانيوا بحال من الحساسية بحال هذا، تزيد تتفاقم مع هذا الفصل ديال الشتاء. وتلاحظوا بزاف كاين ما يسمى بدائرة الغبار الأسود، كاينه بزاف تتعاني منها، يعني بحال مثلا دابا إلا لاحظتوا دابا غير في الآخر يعني في الشوارع في اماكن هكا تتلقى واحد النوع ديال الغبار، داك الغبار الاسود هذاك تيستنشقوه الناس بكثره، يعني و تيتسبب بيان سيغ في ضرر خصوصا بالنسبه للاطفال والناس المسنين وهذا. بصراحه بالنسبه للوليدات حنا راه كنعانيو وعندنا مشكل، اغلبيه دابا كاين الاغلبيه ديال اللي عنده الاولاد الصغار كيتشكى من هادشي ديال الحساسيه والضيقه. بالنسبه للتلوث ما حد باقي سنيب هنايا، سنيب لي هو مشكل، ما عمر هذا المشكل غادي يتحل نهائيا، واخا يديروا لي بغاو سنيب ما حدو كاين، راه المشكل غيبقى ديما بالنسبه للدراري الصغار وحتى الناس الكبار. كاين الناس الكبار اللي كيعانيوا من هادشي ديال الضيقه وهادشي ديال التنفس، يعني مشكل كبير. بنتات محمده متضرره بهاد لا بوليسيون اللي فيها، واش غنقول لك، عياو الناس كيدويو عليها ولكن ما كايناش شي مبادره من الدوله ولا شي حاجه، ما كاينش، لان مدينه فيها صناعيه. بالنسبه للمشكل ديال التلوث في مدينه محمدي، راه من نهار اللي تسد لها سمير واحد 50% بعدا، المهم باينه 50% باينه تنقصات، وكنتمناو يتزاد يسدوا الشركات ولا يديروا لهم النقل لشي بلايص بعاد شويه على المجمعات السكنيه. الرساله للمسؤولين انهم اش نقول لك، يحاولوا مثلا دابا بحال هاد المصانع اللي ما تتحترمش دوك المعايير ديال اش نقول لك، ديال لا بروتيكسيون كونتر لونفيرونمون، ديال لونفيرونمون هذا كونتر هاد لا بوليسيون هادي، وتنتمناو انهم ياخذوا هاد الموضوع يعني بجديه وبعين الاعتبار، لان المستقبل ديال المدينه كما قلتي مدينه الزور، مدينه الزور خصها تكون نورمالمون العكس. ها وحنا تنلاحظوا دابا بلا فريمون توسخات المحمديه، توسخات بزاف. هذا مشكل اللي كنعانيو منه حنا المغاربه، هذا المشكل كيعانوا منه المدن المغربيه بصفه عامه، هذا المشكل هنا كثيره. لا كنلاحظوا انا في الشارع، مشيتي الشوارع انا النواحي ديال هنايا كاين تلوث كثر، هاد المصانع عاد التلوث، ولكن ما كاين بالفعل كان خصكم هذا المشكل ديال الشركه ديال هادو هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديالها بطبيعه الحال، حيت هما راه عندهم جزء من المسؤوليه ديال، خصهم يديروا شي حل لذاك التلوث. راه كتشوف مدينة دابا هاد ما حنا ما غنمشيوش الموضوع ديال انفلونزا الخنازير، ولكن الناس المحمديه كلهم ازماتي، كلهم فهمتي. الا لاحظتوا دابا هنايا في مدينه المحمديه تلقاو واحد العرام ديال عباد الله تيعانيو من الربو، ظاهرة الربو والحساسية بزاف. خنقنا مخنوقين بزاف. هذاك الرماد هذاك بوحدو هذاك راه ولا عايش معانا هذاك. تتفيق خاصك تفيق الصباح ضروري، ما تطلع للسطاح غتلقاه، تحل الشراج ما تلقاه، يعني هذاك شنو نقول لك، ولا واحد منا هذاك. ولفنا عليه، شغل ما عندنا ما نديروه. ولا ماشي من العائلة هذاك، غنديروه بحال المدنية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب. بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.